صباح الخير والجمال على مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ابن حياتك. الحقيقة يا جماعة هيبقى معانا في الموسم الجديد من البرنامج النهاردة فقرة ثابتة للمطبخ هتقدمها لنا الشيف ولاء مهدي، أدمن أو مدير صفحة مطبخ بهاريز للأكل اللذيذ للأكل البيتي، وعنوان الفقرة النهاردة أكلة لذيذة. صباح الخير يا شيف ولاء. صباح النور يا أستاذ إسلام. يا ترى هتعملي لنا إيه النهاردة يا شيف ولاء كده معانا النهاردة في أول حلقات المطبخ مع حضرتك؟ طبعا احتفالا بالمطبخ النهاردة أنا عاملة لكم كل حاجة حلوة بأمر الله. تمام. طبعا عاملة لكم الحمام المحمر اللي بيتشمر له. حمام المحشي يا جماعة طبعا الأكلة المصرية المعتادة كلها قوة وباور. وإن شاء الله هنعمل جلاش باللحمة المفرومة. تمام. وهنعمل كول سلو. تمام. تمام. كل حاجه ان شاء الله. اتفضلي حضرتك، شوفي هتبداي بايه وعرفينا المقادير كده وحضرتك شغاله. ماشي تمام. اتفضلي. معايا هنا حمام انا غسلاه كويس متنضف ومغسول ومتسفق من هنا. تمام. طبعا البهارات. هنجيب بقى الملح. الملح. هنملح هنا. دي خطوه طبعا كده جميله قوي. الملح على الرز. معايا بقى هنا بصل. ده البصل. انا فرماه. بس مش فرماها مش من ناعمه قوي. يعني الملح على البصل يا جماعه. الملح على البصل دي تكه حلوه قوي. تمام. ومعايا هنا بهارات لحمه على البصل. بهارات لحمه. تمام. وفلفل اسمر. تمام. سنه جنزبيل صغننه خالص. تمام. تمام. والليمون. طبعا يا جماعه الحمام المحشي ده بيعتبر من الاكلات اللي ما هي سهله في عمايله. ومعانا ليمون. عايزه طبعا نفس كويس. كل حاجه سهله بامر الله. طبعا بس الحمام المحشي بيبقى صعب شويه يعني. لا لا انا كنت وبالذات الاول على البنات بتوع اليومين دول على الراي اللي بيقول كنت الاول بس اصعبه قوي انما بالاستمرار وبالتكرار. تمام. بتلاقي كل حاجه الحمد لله مشيت معاك يعني. تمام. يبقى انت حطيت حضرتك التوابل بتاعتها على البصل المفروم. ايوه. تمام. تمام. من براحتك. ماشي. هندعك البصل بالتوابل بالليمون. التكاية دي حلوة قوي بتدي الحمام نفس جميل قوي. على فكرة يا جماعة الريحة هنا حاجة رهيبة بجد. التتبيلة ديت ريحتها هنا انا. بصل ما يبقاش مفروم قوي. تمام. بيدي يخلي الحمامية مسكرة. مع السلامة. هناخد بقى ونسفق كده. تمام. ده ما بين الجلد واللحم. ما بين الجلد واللحم. ما بين التتبيله دي ما بين الجلد واللحم الحمامه. وفي قلب الحماميه من جوه. في الحمامه من جوه. تمام. تمام. ماشي. انا مسفقه ما بين الجلد واللحم ودخل كده زي ما انتم شايفين كده يا جماعه على الشاشه. التتبيله ما بين الجلد واللحم واللحم وفي قلب الحمامه من جوه. الحمامه من نفسها برضه. تمام. تمام. ده طبعا بيدي لها مثلا ريحه معينه او ريحه ويدي نفس ويخلي الحمامه ما تبقاش زفره. تمام. يا جماعه عشان نمنع زفره الحمام ويدي لها ريحه برضه كويسه. زفره الطيور طبعا بتبقى موجوده طبعا يعني. مهما تغسل مهما تعمل. تمام. لازم الخطوه دي حلوه قوي. احنا بقى وحضرتك بتتكلمي كده يا ريت تدينا فكره عن اسم مطبخ بهاريز، يعني ليه الاسم ده؟ البهاريز طبعا معروف من الكوارع والحاجات القويه. والله هقول لحضرتك على حاجه. الاسم ليه؟ مطبخ بهاريز ده. تمام. جه كده بالصدفه البحته. هو كان لاخر لحظه ابني كان هيسميه لوليتا على اسم ولاء بنتي الصغيره اللي معايا. ده اسم الدلع بتاعتي. اسمها ولاء على اسم. تمام. طيب تمام. تمام والله صح. حلو. فانا ما حبيتش الاسم يبقى لبنتي. تمام. كنت عايزاها حاجه تبقى مختلفه. لقيت جوزي بقى ربنا يبارك فيه يا رب. تمام. هو جه وقال لي ايه رايك نخليه بهاريز. هي طلعت كلمه واحده وهي اتكتبت عند ربنا. لا ما هو البهاريز جاي كمان الله. من كله باور بصراحه. تمام. تمام. يلا بينا بقى. اتفضلي بعد يا جماعه ما حطينا التتبيله في الحمام. اتفضلي. شكرا. اتفضلي. تمام. شكرا. يلا بقى نعمل الحشوه بتاعت الرز. الرز بتاعت الحمام. تمام. اتفضلي. ماشي. انا كنت جايبه كباد وقوانص بس للاسف. لا عادي مش مشكله بسيطه. معلش. ماشي. معانا زبده. شوفوا يا جماعه الزبده اولا. حط مقدار معين من الزبده ولا عادي؟ لا يعني كانك بتعمل رز عادي جدا. تمام. على كل حماميه نص كوباية رز او اقل من نص كوباية. يعني اللي بيقول لك كف الايد ده لا كده غش. لا يا جماعة مش بالمقدار. لا ده غش. مش بالمقدار كده يا جماعة زي ما احنا شايفين الشيف بعد ما حطت التتبيلة ما بين الجلد واللحم بتاع الحمام. هتبدا بعد كده تعمل الزبدة تسيح الزبدة. تمام. تمام. ماشي. اتفضل. في ايه بقى؟ على شوية زيت. تمام.
وانت ما عملت المطبخ ده بقى حد واقف مثلا برضه اكيد كان في معارضات في الاول ما تشتغليش جوزي ما مش طبعا محتاجين كان مش رافض رفضا تاما. طبعا في الاول يا ليه؟ جماعه زي كل زي المح... زي المحتاج. انا ما اعرفش. تمام بس ترجع وتقول الحمد لله وكل شيء بأوان. معايا تمام بصل فرمان، بصل مفروم تاني على بصل الزبده. مفروم ده للرز. تمام تمام اهو. يعني الرز كمان بتحط له الزبده بتاعته وبتحط له مع طبعا الزيت والرز. وبيبقى في كبد وقوانص كمان. تمام بس هي ايه حاليا مش موجوده مش يعني. مشكله يا جماعه، كبد القوانص بسيطه نستغنى عن بس كبد بتدي القوانص. نفس، بتدي نفس حلو يعني. خلاص بسيطه كبد القوانص نستغنى عنها المره دي مش مشكله. ماشي مفيش مشاكل. خلاص مش هنحمر البصل. تمام البصل يا دوب ياخد تقليبه يغير لونه بس كده مثلا اللون بس يدبل كده. تمام اللون يتغير يدي اللون الذهبي والبصلايه تدبل بس زي ما انتم سامعين يا جماعه. بس ايه بيغير اللون بس لون البصل بس يتغير بس اللون الذهبي. تمام ما تحمرش البصلايه قوي. لا ما تتحمرش. تمام بعد كده ليه؟ تضيف لما تيجي الرز. تاكل الرز بتلاقي البصلايه دايما طول ما هي مش مستويه وتستوي مع الاكل بتاعك تدي نفس كده وتدي طعم وريحه حلوه. طب والله تمام يا شيف، انا عن نفسي انا استفدت من المعلومه دي بصراحه. طبعا انت عارف ان احنا معلوماتنا كرجاله بتبقى ضعيفه شويه في لا والله ده في رجاله اشطر مننا احنا. خلاص تمام. نزلنا بالرز نشوح نديها بقى تشويحه حلوه كده. كل ده طبعا خلطة مع بعض ويتخلط مع بعض. تمام مش مية بقى مش هينفع؟ لا ازاي؟ صعبة مش هتنفع خالص. لازم نشوح. تمام فين بقى البهارات بتاعتنا؟ بتضيف نفس البهارات اللي ضفتها على التتبيلة. نفس البهارات اللي ضفتها على التتبيلة بالظبط. تمام هنا يا جماعه مش عايز اقول لكم بصراحه يعني والله بجد الريحه هنا حاجه فلفل اسود حاجه جميله جدا يعني حاجه تخلي وبرضو الواحد يجوع وهو واقف. جنزبيل هتاكل حالا وهتدوق ان شاء الله. وبهارات سبع بهارات ده بتيجي زي ما هي كده من عند العطار سبع بهارات. سبع بهارات تتبيله معينه بتبقى حلوه بتدخل في اللحمه بتدخل في الفراخ. تمام. بتدخل في حشوه الحمام. تمام. كوارع بتبقى حلوه قوي ولذيذه قوي. تمام. ملح كل ده طبعا زي مقدار معلقه كده زي ما حضرتك شغاله كده زي مقدار معلقه كده. تمام بيغيب بقى الرز على النار كده بيطول مثلا اللي هم انا مزوده البصل. تمام علشان ما نحطش ميه. تمام 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 يعني انا المفروض لو البصل شويه قليل هنحط شويه ميه. تمام تمام هو كده هتقلب فيه لما يتشوح البصل هتنزل ميتها هيبقى الرز نص سوا معاك. تمام هنسيبه بقى مع بعض شويه كده. سيبه. طيب اتفضلي شوفي هتعملي خلاص. ايه بقى اللي ايه المطلوب تاني اللي هتعملي تاني؟ ماشي اتفضلي. هنعمل ايه بقى؟ معايا هنا الميه اللي هنسلق فيها الحمام. تمام قرفه ولورة وقرنفل وحبهان. طبعا دي توابل اساسيه ولا طبعا كده مثلا على حسب؟ لا ده اساسي طبعا. تمام تمام نسيبها بقى الميه تغلي. ونسيب دي تغلي شويه. تمام والرز خلاص دخل في السوا ما بياخدش دقايق ان شاء الله باذن الله. انتوا شايفين يا جماعه الرز طبعا التتبيله بتاعه الرز اللي عملتها لنا الشيف هتبدا بعد كده ان هي تسوي الرز بيتسوى قدامنا اهوت وهتبدا بعد كده ان هي تحشي بيه الحمام على طول صح ولا ان شاء الله. تمام نسيب لسه في حاجه ثانيه اتشوح وفلفل مننا ازاي. تمام الرز يا جماعه واخد اللون الذهبي مع البصل كده اللون اللي هو الذهبي. ايه رايك في الريحه بقى؟ لا تمام بصراحه الريحه احنا عايزين ناكل الرز على كده. ماشي اتفضلي شويه هنعمل ايه بقى مع في بعض؟ في ايه تاني هتشتغلي تاني فيه؟ على ما ده يستوي شويه. ايوه هقول لك على حاجه الاول. اتفضل. ماشي. تعالى بقى معايا هنا دي. هنعمل النهارده صينيه جلاش. يا جماعه طبعا اما الحاجه بتاعتنا تتسوى هنخش بقى بعد كده في الجلاش. بامر الله. باذن الله. معايا هنا زبده. ندهن بيها الصينيه الزبده ندهن بيها الصينيه. الصينيه تمام مشكله دي لا عادي دي كده مش مشكله
الزبده جامده شويه. بس ايه الزبده جامده، نقطه زيت تعملها شويه. احنا طبعا متابعين، طبعا دهنا الزبده يا جماعه. دهنا الزبده في الصينيه، وبعد كده هنبدا نحط رقيق الجلاش. ايوه، وطبعا احنا متابعين حاجتنا اللي على النار. طبعا هناك ديت لسه على النار زي ما هي، الرز والميه اللي هتغلي اللي فيها القرفه والورق اللوني. وندهن مع كل رق. ندهن زبده مع كل نحطها. لا ده احنا هنشتغل بقى، نشتغل في الفرن. هتساعدني يعني؟ ساعدك خلاص. طيب تمام. طيب حتى نتعلم. اسهل من الاكل ما فيش ان شاء الله. انا كنت الاول بستصعب كل حاجه. تمام. لحد ما ربنا سهل بامر الله. طبعا كل حاجه مع المداومه يا جماعه بتبقى كويسه، وكل حاجه مع المداومه بتطلع افضل من الاول. طبعا. ده شيء اكيد. حتى نتعلم الطبخ، فرصه نتعلم الطبخ بقى. فرصه نتعلم الطبخ مش شوف ولا. هنجهز ده ونفرش دي. تمام. هنا الرز اتعمل معايا الصينيه. هنحط زبده. هل لو في سمنه ولا حاجه تغنى عن الزبده، ولا لازم زيت؟ سمنه، زيت، سمنه زبدة. مثلا هي مش سمنه على فلاحي ومش عارف. تمام. اتفضلي كده بعد اذنك. طب احنا حطيتي زبده تانية مثلا تسيحها ليه؟ ايه؟ انت سيحتي زبده تانية ليه الوقت كده عشان ده الجلاش؟ للعصاب بتاع اللحمه ان شاء الله. تمام. ومعايا لحمه. لحمه المفروم. انا بحب احطها الاول قبل البصل. تمام. حبيبي. الشيف ساندي. طيب تمام، نشوف الشيف ساندي معانا مداخله تليفونيه. حبيبه قلبي. تمام. الو يا فندم، صباح الخير يا شيف ساندي. صباح الخير، ازيك يا استاذ اسلام؟ ازاي اخبار حضرتك؟ منور الشاشه. الله يخليك يا فندم، الله يخليكي. مع حضرتك. انا ريحه الحمام واصله لغايه هنا على فكره. حبيبي لا طب تمام، ده كده ده كده تمام بقى. حبيبي يبقى مش انا الواحد اللي شامم بقى يا شيف ساندي. قلت لك معاك حد متمكن، انت مش مصدق. لا انا كده اتاكدت خلاص، كده انا اتاكدت فعلا يا فندم على الهواء. اتاكدت. انا مش قد الكلام الجامد ده والله. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. منوره يا حبيبتي بنورك ومكانك ومحفوظ، والفضل كله يرجع ليك يا قلبي. من الشيفات الجميله جدا اللي كانت برضه هتبقى معانا في البرنامج، وباذن الله هتبقى متواجده معانا قريبا في البرنامج باذن الله. ان شاء الله هي صاحبه المكان اصلا. كل اسبوع ان شاء الله في نفس الميعاد. حبيبه قلبي. ربنا يوفقك يا شيف ساندي. ايه رايك يا شيف ساندي؟ حطينا اللحمه اهو مع البصل. ريحه الحمام. لا هي كده الشيف ساندي بتقول ان الريحه واصله لها حتى. الله يكرمك. على فكره يا جماعه، الشيف ساندي والشيف ولاء اولاد ميت غمر محافظه الدقهليه. تحياتنا لكل شعب ميت غمر ومحافظه الدقهليه وشعب المنصوره. حبيبي. او انا برضو من المنصوره على فكره. حبيبه قلبي يا فندم، يعني نورتيني وشرفتيني النهارده، وانا فرحانه قوي بمداخلتك معايا. شكرا يا شيف ساندي. يا حبيبتي يا رب دايما بجد والله. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. شكرا يا شيف ساندي، شكرا على المداخله. شكرا. تمام كده يا فندم، حطيت البصل تمام. مع اللحمه المفرومه مع الزبده يا جماعه. مع عشان تعصجت اللحمه. هنحط ايه بقى؟ برده فلفل نفس التوابل طبعا. برده على فكره الطبيخ او الاكل او الاصناف تمام. مش بكتر التوابل تمام. ممكن تحط صنفين من التوابل ويقلبوا لك ريحه الاكل. كل حاجه طبعا بمقدار، يعني مش لازم بقى البابريكا والكلام ده تمام. يعني في ناس بتحط كل اصناف التوابل مع الاكل عادي جدا. تمام. لا مش شرط. تمام. طبعا انا بوريكم عشان وقت البرنامج. تمام. طبعا يا جماعه احنا عشان بس الوقت، انا بس بوريكم طريقه العمل ازاي او طريقه الخلطه ازاي عشان بس وقت البرنامج معايا. تمام. بس انا برضو كنت مجهزه كل حاجه. احنا كده هنستنى على ما اللحمه تستوي، ما بتاخدش حوالي 10 دقائق. طبعا ده عشان الجلاش. تمام. خلاص انتوا شفتوا الطريقه، اسهل منها ما فيش. حطينا الزبده سخنت، وبعدين نزلنا باللحمه شوحناها شويه، والبصل المفروم والتوابل. والبصل المفروم
وبعدين توابل والملح كده. تمام تمام اتفضلي. انا طبعا مجهزه هنا علشان وقت البرنامج الرز لحمه طبعا. ومع الصاجاها اللحمه زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه، هي ده بيبقى الشكل النهائي بتاعها بعد ال شايفين شكل اللحمه اهي، ما فيش اسهل من الشكل النهائي بتاع اللحمه يا جماعه بعد دخولها على النار بامر الله. اتفضلي يا فندم. ماشي. والرز كمان انا كنت مجهزه برده عشان وقت البرنامج صغير، وده برده الشكل النهائي للرز ان شاء الله برضو عشان هكمل لكم ده، انا مصممه ان انا اكمل لكم ده تمام. بس بعد وقت البرنامج بقى مع نفسنا براحتنا تمام. يلا بقى نحشي الحمام على الصبح كده تاكل حمام وجلاش طبعا ما بتحصلش في اي حته الرز طبعا هنا معانا مستوي، شايفين لونه عامل ازاي، رز مبهر. هو المطبخ اسمه عاملاه بالكبد والقوانص، المطبخ اسمه مطبخ بهارس الاكل اللذيذ، هو فعلا الاكل اللذيذ بصراحه يعني انا مجهزه ده على مسمى ربنا يخليك يا استاذ. ريحة الرز وريحة الأكل بصراحة تجنن. لا طبعا احنا جوعنا على الهوا يا جماعة كده. بتحشي بقى الحمام واحدة واحدة. تمام. معلش أنا بحب أقطع الرز دي. لا عادي. ما هي كده كده بينبهي. عشان أنا مش بحبها خالص. تمام. تمام. دلوقتي يا جماعة بنحشي الحمام بالرز اللي احنا عملناه في الاول خالص. انا عامله طبعا مجهزه كله. ده طبعا رز جاهز طبعا علشان وقت البرنامج هم 30 دقيقه. ما ينفعش الكلمه دي. انتوا شايفين يا جماعه كمان الحشو تحت الجلد وجوه الحمامه وكلها رز يعني كلها باور. تمام شايفين؟ تمام ده شكل الحمامه بعد ما تتحشى. حشينا ما بين الجلد واللحم وبعدين بنحشي من جوه. طبعا الحمامه لازم تبقى مهويه، ما تبقاش مليانه رز قوي. تمام زي ما هي كده. طيب ليه بقى عشان مثلا علشان لما تيجي تسوي ما تطرقعش في الميه. تمام يا جماعه، لان الرز مهما كان بيزيد ما بياخدش سوى كامل. ما بيبقاش واخد سوى كامل. نكتف بقى الحمامه، خلينا بقى في الفينش النهائي بتاع الحمامه. أيوة. ده الفينش النهائي يعني قفله الحمامه كتفناها زي ما حضراتكم شايفين كده، وادي الحمامه طلعت حمامه زي الفل. تمام يلا نعمل اللي بعدها. اتفضل. ماشي نشوف بس متابعين اللحمه طبعا. تمام. اللحمه بدات لونها غير يا جماعه زي ما احنا شايفين، يعني انا شايفين هنا عندي اللحمه اللون بدا يغير بتاع اللحم. ثواني معدوده. اتفضل. بنحشي. تمام. اظن اسهل من كده مفيش. لا ده كده تمام يا جماعه، الحمام المحشي طلع من الصعب خالص. لا وبنقول لاي والله سهل جدا جدا، وبنقول لكل بنت تفضل. لسه مبتدئه في المطبخ. انا كنت لسه هقول المعلومه ديت على فكره. اتفضل حضرتك شيف ولاء. لا خلاص اتفضلي. لا اتفضلي النصيحه من حضرتك انت بقى لكل بنت لسه داخله على المطبخ جديد، ما تقلقيش. كل حاجه ان شاء الله في الاول هتمشي معاكي. تمام. البنات اللي هتتجوز جديد عشان ما تقولش ما بعرفش اطبخ ومش عارف اعمل الحمام، الحمام اساسي على فكره في اي جواز جديد، الحمام اساسي. طبعا. تمام. انت ايه رايك؟ لا انا كده تمام والله شيف ولاء، انا عن نفسي مبسوط بصراحه يا جماعه. اللي ما اكلش حمام محشي من الشيف ولاء يعتبر ما اكلش حمام محشي. ربنا يخليك يا استاذ اسلام. الله يخليك. كلك ذوق. الله يخليك يا رب. خلاص تمام، خلصنا حشو نكتف التاني. طبعا التكتيفه دي عشان الرز ما يخرجش بره، عشان وهي بتسوي او في التسويه بعد كده او في القلي الرز ما بينفش ما يخرجش بره. كده اللحمه لونها تمام. ده وصل للشكل النهائي بتاعها كده. ايوه طبعا. تمام. برضه نشتغل في صنط الجلاش كده احسن، احنا حاسين ان احنا اهملناها في صنط الجلاش. ماشي. احنا اهملنا صنط الجلاش. اللحمه معانا استوت. تمام. ما خدتش دقائق معدوده، في ثواني. احنا كده يا جماعه اهملنا صنط الجلاش شويه عشان خاطر الحمام. ما يجراش حاجه. طيب.
علشان بقى ما نرجعش للحمام تاني. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعه الميه اللي كانت بتغلي وحطينا فيها القرنفل الميه طبعا غليت والتوابل بتاعتها وورق اللور والحبهان هنحط بعد كده فيها الحمام. هنحط الحمامه على بطنها كده. تمام تمام. بعد ما كتفناها وحشيناها نحطها بقى على بطنها في الميه. هنحط الحمام على بطنها. نسيبه بقى فتره قد ايه كده يا شيف؟ بيقعد بالظبط نص ساعه. نص اول ساعة. ما يغلي وبعد كده نوطي عليه. تمام يا جماعه. خلاص دي سخنه معانا واستوت وتمام اهي. تمام يا جماعه الشكل النهائي للحمه زي ما انتم شايفين. تمام. طيب تمام ماشي. ندخل المداخله. معاك مداخله. صباح الخير يا فندم. ايوه صباح النور. صباح الخير يا استاذه هدى. هدى حبيبتي. صباح الخير يا فندم. هدى حضرتك معاك الشيف ولاء شعب ميت غمر. تحياتي الاول لشعب ميت غمر. حبيبه قلبي يا هدى. يظهر الاتصال اتقطع. اتفضلي. نقطع الزبده ثاني يا جماعه عشان نعمل الرقه الثانيه من الجلاش. لو الزبده ماسكه معاكي يا اما تسيحيها يا اما تحطيها قطعه كده هي هتسيح برضه. هتسيح طبعا مع التسويه كده كده هتسيح مع التسويه. هنشتغل بقى مع حضرتك في صينيه الجلاش. يلا تمام. مع بعض يلا. مع بعض بقى في صينيه الجلاش حتى نتعلم نستفيد. هو الجلاش ده عايز معامله خاصه على فكره يا جماعه. طبعا يا جماعه الجلاش عايز معامله خاصه على فكره بجد صعب. عشان دي ورقه. دي ورقه. دي ورقه. امال انا شايفها جلاش؟ لا لا دي مش جلاش. دي ورقه ملفوفه فيها. طيب تمام. انت كده حضرتك حطيتي طبقتين جلاش. وما بين كل طبقه وطبقه زبده يا جماعه حته من الزبده. الحاجه الحته اللي بتبقى مهريه. تمام. ما بتترميش برضه. بنحطها في النص وبنستفاد بيها. تمام. مفيش حاجه بتترمي من الجلاش عموما يعني. لا تمام. معايا اللحمه بفلوس. بفلوس ما يترماش. حطيتها. تمام. ما دهنتش انا الرقه الاخيره دي علشان اللحمه فيها سمنه. اللحمه فيها. طيب تمام. تمام تمام. المهد بتاعت صينيه الجلاش سهله جدا يا جماعه زي ما حضرتك شفتوها. اسهل من كده ما فيش. شفتوها. ماشي يا فندم. يلا اللي بعده. اتفضل. شوفوا يا جماعه احنا حطينا اللحمه وهنحط بقى الرقات الاخيره بتاعت الجلاش. معلش الطبقه الثانيه. اتفضل. صباح الخير. الو. صباح الخير يا استاذ احمد. صباح النور يا فندم. اخبارك؟ عامل ايه يا فندم؟ مع ايوه يا فندم صباح الخير. مع حضرتك الشيف ولاء. ازيك يا شيف ولاء؟ الحمد لله رب العالمين. اهلا بيك استاذ احمد. صباح محمد. مين يا احمد ابن عم؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك يا محمد؟ ازيك يا ابو ايمان؟ الحمد لله. والله الحمد لله. ايه الفرصه السعيده دي؟ انا سعيده قوي بوجودك معايا النهارده. الله نورتني ونورت البرنامج والله. احمد كنيت والله كل حاجتك حلوه. ربنا يخليك. ربنا يخليك ليا يا رب. ربنا يخليك. كلك ذوق يا ابو ايمان. صباح الخير يا صباح. والله انا سعيده قوي بوجودك النهارده. احنا سعداء بمداخله حضرتك يا فندم. شكرا. ايه رايك يا محمد؟ ابو شروق. ابو شروق يا ولاء. ابو شروق. ازيك يا ابو شروق؟ منورني يا ابو شروق النهارده. ماشي يا فندم. شاكرين. عشان نكمل بس عشان وقت الحلقه. اتفضل كده. طبعا يا جماعه احنا بنحط الجلاش على الوش بتاع اللحم. تمام. لا خلاص. لا خلاص يا فندم. تمام كده يا فندم الشكل النهائي. زي ما انتم شايفين يا جماعه رقات الجلاش. وادي الشكل النهائي للجلاش. تمام. تمام. نحط برده سمنه من على الوش. نحط زبده برضه يا فندم على الوش تاني يا جماعه على صينيه الجلاش على الوش النهائي. الماده الدهنيه اللي موجوده عندك بتحطيها. تمام. تمام كده. عندي هنا بيض. طيب. طيب تمام. تمام.
البيض ده طبعا عشان ال بيض عشان ال بنسقي بيه الجلاش. تمام. البيض ده يا جماعه عشان نسقي بيه الوش النهائي للجلاش. وبهارات. طب ممكن نشوف الشكل النهائي برضو بتاعه. ماشي. وفلفل وملح سنه صغيره. تمام. ماشي يا عم. ماشي خلاص. لسه ما لازم نسقيها الاول ونربه. انتوا شايفين يا جماعه البيض بيتضرب عشان ندي بقى الوش الصينيه. طبعا. تمام. هنسقي بقى الصينيه نشربها بيها. ومعايا لبن. واللبن برضه. حوالي كوبايه لبن على الصينيه. تمام. هنقطع الجلاش طبعا قبل ما تمام بيتم التقطيع قبل قبل ما نحط عليه يا جماعه وش البيض والتوابل. لازم يتقطع الاول طبعا. تمام. تمام خلاص. اتفضلي. تمام يا جماعه بعد ما قطعناها طبعا هنبدا نحط عليها الوش النهائي للبيض واللبن. تمام. نفردها طبعا على الصينيه كلها جدا. طبعا. تمام. عشان كلها تتشرب منها. تمام. ده يا جماعه بيبقى ده اللي طبعا بعد كده بتبدا التسويه. ده طبعا يا جماعه الوش النهائي للصينيه الجلاش قبل ما تخش التسويه. تمام. 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 اوديها الفرن. ماشي ماشي حضرتك. الوش بس بتاع الحمام. خلينا في الحمام وبعدين نحطها في الفرن. طيب يا باشا حطها. انا عايزه احطها. افتح الفرن حضرتك وحطها. طبعا يا جماعه بعد كده بنحطها في الفرن. نشوف الشكل النهائي للحمام عشان بس الوقت. هنحط بقى الزيت نجهزه للحمام. الشكل النهائي. ماشي الشكل النهائي. ده يا جماعه الشكل النهائي للحمام بعد التسويه. نبدا بعد كده ان احنا هنحط الشكل النهائي للحمام بعد التسويه. طالع زي الفل. ده تمام. ولا فرقة ولا اي حاجه خالص. التسويه. ما شاء الله. بعد كده بنبدا نحطه في الزيت عشان نقليه. هنبدا بقى نحطه كده في الزيت. بس احنا دلوقتي بنسخن الزيت. ماشي دلوقتي بس لحظه كده. تمام. ماشي. هنعمل بقى مع بعض صنف كمان عشان تبقى ايه الجريمه كمان. لا 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 مش مشكله. لا لا مش مشكله. ماشي مش مشكله بس عشان الوقت مش هيلحق. ما كملناش. مش مشكله بس خلينا في الحمام. انا ما تعبتش. معلش. خلاص خلصنا حاجتنا بس بننظف المكان. خلاص كده يا جماعه الحمام. أيوة. بعد كده بيتحط في الزيت. حطوا له قدامهم كده شيف لو سمحت الحمام في الزيت عشان نعمل فقره. الزيت بس يسخن. تمام. نشوف اللي معانا هنا عمل ايه. خلاص كده. خلاص تمام كده عشان نطلع. ماشي. الزيت سخن معانا. الزيت يا جماعه زي ما انتم شايفين الحمام برضه سخن قوي. مش مشكله بقى خلاص. هو كده بعد كده طبعا بعد كده القلي طبعا بتاعه صح. يتحمر بس الزيت خلاص يا جماعه. بعد كده الحمام طبعا بعد كده بيخش مرحله القلي في الزيت. تمام كده. خلاص تمام. تمام كده تسخن بس. ان شاء الله هنكمل مع بعض. خلاص معلش بقى طبعا نعتذر لزوج حضرتك. حاول نعمل مداخله بس عشان وقت البرنامج طبعا ما عرفناش ندخله معانا. احنا يا جماعه النهارده بنشكر بنعتذر لك على الهوا طبعا استاذ مهدي لعدم المداخله. تمام. طبعا يا جماعه احنا كان النهارده معانا الشيف ولاء اللي باذن الله هتبقى معانا على طول متواجده معانا على طول باذن الله في فقره المطبخ. وبنشكرك يا شيف ولاء على الاكل الجميل اللي عملته لنا النهارده ونستنونا في الحلقه القادمه باذن الله.